إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية فجر اليوم ودهمت عدة بنايات وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين. أوضحت مصادر محلية أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من البنايات المرتفعة، كما اقتحمت بنايات في محيط جامعة القدس المفتوحة في المدينة. وخلال هذا الاقتحام تصدى المقاومون لآليات الاحتلال بإطلاق النار ولعبوات محلية الصنع. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تركزت في منطقة خلة نوفل وفي محيط جامعة القدس المفتوحة.